أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم جلسة لمجلس الوزراء. في لبنان اليوم تتقاطع المعلومات والمواقف عند نعت جلسة البرلمان في 2 آذار المقبل لمحاولة انتخاب رئيس لجمهورية لبنان بالفاشلة على غرار سابقاتها 35. حتى الآن رئيس تيار المردع النائب سليمان فرنجي الذي طرح ترشيحه للرئاسة الرئيس سعد الحريري فرنجي عند موقفه عدم الانسحاب من السباق إلى الرئاسة، فيما يتسلح العماد ميشيل عون بتمثيله 50% من المستوى الشعبي المسيحي، يضاف إليه 25 أو 30% التي تمثلها القوات اللبنانية برئاسة الدكتور جعجع الذي يتبنى ترشح عون للرئاسة. وأما المرشح الثالث فهو النائب الكريم الأستاذ هنري حلو الذي رشحه رئيس لقاء ديمقراطي النائب وليد جنبلاط لاعتبارات وسطية واعتبارات أخرى لديه. أسئلة وأسئلة مطروحة، أولها: هل مسار الميدان الإقليمي يمنع اللبنانيين من انتخاب الرئيس؟ هل اللبنانيون يمكنهم اغتنام مظلة الاستقرار وبالتالي الذهاب لانتخاب الرئيس بمعزل عن الإقليم؟ هل حزب الله مرتاح وترك الأمور فترة زمنية محددة وبعدها يحسم الأمر بين الحلفاء؟ هل سينسحب مرشح لآخر مع تبلور نتائج الميدان السوري؟ هل فعلا الرئيس الحريري منفتح على أي طرح وأي مرشح رئاسي يلتزم الطائف والدستور؟ هل يمكن الاحتكام إلى الانتخاب الرقمي العددي؟ في الغضون شرفة العالم العربي الجميلة لبنان بحسب توصيف الراحل الكبير للبنان محمد حسنين هيكل. هل تبقى هذه الشرفة جميلة في خضم النيران في الحي العربي من الدنيا وفي خضم فضيحة النفايات في الحي اللبناني ومجلس الوزراء يتصدى لها؟ أسئلة نطرحها على المحامي الأستاذ محمد فواز. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. فواز، يعني الشيء الطازة هلأ موضوع النفايات. صحيح. وفي هيك أنه عم بيقولوا أنه تكرار الفضيحة بحمل الحكومة المسؤولية أنه ما تروح تكافئ المزورين أنه تكافح الأمر وتاخد مسؤوليتها. بعض الوزراء رجعوا حكيوا عن المطامر. شو رأيك بهالشيء اللي صاير على موضوع النفايات؟ يعني موضوع النفايات بالحقيقة اللي سمعناه امبارحة بالتحديد موضوع الشركة موضوع تزوير المستندات، يعني هيدا أمر مستهجن الحقيقة، وبنعتبر نحن القيمين على هيدا الملف ما بعرف قديش كانوا هن على دراية أو على اطلاع كامل أو على خبرة كاملة بهيك مناقصات أو بهيك مواضيع، لكن حتى نحن ما نزيد الأمور بلبلة وما نخلق للرأي العام اجتهادات كتيرة، ونحن بحاجة لأعمال أكتر من أقوال. هلأ نتمنى على مجلس الوزراء بجلسه الحالية يحسم هيدا الأمور ويوضح للرأي العام عن هيدي تعتبر بمثابة يعني فضيحة. يعني محامي زياد الخازن جميلك أعلن اعتزال عن الوكالة، يعني فهيدي فضيحة برأيي أنا. مفروض الحكومة الكريمة باجتماعها تحط حد لهيدي الأمور ونطلع من هيدي الدوامة. يعني كثرة التفاصيل هيدي اللي عم نفوت فيها تغرق المواطن بتروح على شكوك كمان، ودائما نحن عم ناخذ بالإطار السلبي، دائما بيقولوا في فضايح في صفقات في سمسرات في كله هيدا كمان عم ينعكس على أداء الناس وعم ينعكس على سمعة البلد تجاه الخارج. يعني مفروض بهيك مناقصة حسب ما سمعنا نحن حتى نقلل من النفايات على دول تانية خاض على اتفاقيات دولية، بغض النظر انه هذه الشركة خاصة عم تتولى هيك او دولة او دولة، مفروض في يعني بالاضافة للمواصفات ومعايير كمان في اتفاقيات دولية مفروض تلتزم فيها الدولة اللبنانية. هلا ليش هذا الموضوع غاب عن القيمين على هيك موضوع؟ انا بجهل الحقيقة، لكن اتمنى انه ندرك المسألة اكثر ونخلص من الطرف بالتعاطي بهذه الأمور ونطلع بعملية المزايدات. يعني الوزير أكرم شهيب كان عطول يطلع نستبشر خير من خلال طرحه وتفاصيل وتفاصيل بصراحة، وفي خبراء بيئيين عم يطلعوا كمان عم يساعدوه، وعمل لجنة يعني عمل جهد كبير بهذا الإطار، لكن مفروض يتكلم هالجهد بإراحة المواطن وبالتخلص من هالنفايات وبطوي هذا الملف بالحد الأدنى بالمدى المنظور لحتى لا نبني سياسة بيئية
أو نبني عمل نعيد الثقة للمواطن بالدولة. نعم. فهذا أنا برأيي مفروض كل القيمين باللحظة الحالية هذهن على المحك. المواطن مفروض يوضح للمواطن شو صار وليش وصلنا لهون، وإلا مفروض يعني يستعملوا يبلش يحسسونه إنه هن معنيين أو مسؤولين، مش دائما بكب التهمة على غيرهم أو بيعتبروا تجهيل الفاعل بهيك أمور، وهن بيصيروا كمان بالوقت زيته يشكوا أكثر من المواطن. ما هي فبنتأمل يعني نوصل هلا بهذا الجلسة لخواتم الناس تشعر إنه بالحقيقة في حكومة مش في الدولة موجودة، أو في مسؤولين تعنيها صحة المواطن، تعنيها سمعة البلد، بتعنيها ان صورة لبنان شفافية. نعم. شفافية بالأداء، وخاصة انه في جمعيات أهلية كتير وفي حركات شبابية كتير سلطت المجهر على هالموضوع. نعم. هيدا، ولكن للأسف يعني ما هو تشتيت الموضوع. نعم. يعني خلى الحراك او ما بعرف، بس استاذ فوز بس سؤال فواتوه بدهاليز. نعم. السياسة للحراك صغير يعني من بهالموضوع بعد، معلش. المنطق العلمي بيقول انه فيك عندك انت خبره بالكيمياء وخبره بالفيزياء كتير بلبنان وما شاء الله، وفي عندك انه تقدر تعمل مثل غير البلاد، تعمل يعني محرقه بشيء نسبه قليله وتسبيغ بشيء اكبر واللي بيبقى بينطمر. شو القطبه المخفيه انه ما عم يعملوا هذا الموضوع؟ هيدا هون نحن ضايعين بهيدي هيك التكلفه بتكون اقل. هيدي يعني القطبه المخفيه اللي حضرتك عم. نعم. تسميها بكل دول العالم في نفايات، والنفايات صاروا عم يسموه الذهب الاسود، مصدر ثروه. نعم. للدول يعني حتى تعمل طاقه بعد اللي اكتشفناه او سمعناه انه بتحسوا انه موضوع النفايات موضوع مدر ثروه، يعني بيعطي. نعم. الدوله ايرادات وامور. نعم. هلا ليش نفيتوا بهذا الموضوع؟ ما عارفين الحقيقه يعني مطلوب الوزير اكرم شهيب يتحمل، يعني بدي اسمح لنفسي انا كمواطن يتحمل مسؤوليته بهذا الملف ويشرح للراي العام كيف كنا وكيف صرنا وليش وصلنا لهون. بركي المطلوب ما يموت الديب ولا يفنى الغنم. يحدد ليش وصلنا لهون، يعني هو حمل الملف والكل كانوا عطوه كل الثقة، يعني كجمعية أهلية وكمواطنين وكحكومة أو كحكومة بالضبط. فمفروض يطلع ويحكي للرأي العام ليش صار هيك، وإلا صار هو كمان مصدقيته على المحك. نعم. أستاذ فواز، من يوم الأحد يوم عودة الرئيس الحريري إلى الثلاثاء كلمة السيد حسن نصر الله إلى اليوم، واللقاءات اللي صارت والتصريح التي أطلقت، هل يجوز يعني بلبنان أنه نروح على جلسة انتخاب تكون بس عددية رقمية، أما لازم نزاوج بين الميثاقية والوطنية؟ وطالما عم بيقولوا أنه يعني كل الناس أنه من بعد الطائف خلي المسيحيون يشاركوا بهالدولة وتكون يعني مناصفة ويكون في تمثيل حقيقي، يوم وقت العماد عون زائد القوات اللبنانية يمكن يشكلوا ما بعرف 70-80% من التمثيل على المستوى المسيحي، وفي عندهم كمان كل ناس عنده أصدقاء بالمستويات الأخرى، هل يجوز نروح على انتخابات رقمية أم نروح على ميثاقية وطنية رئاسية؟ أنا بدي أعكس لك سؤال أستاذ جلال. نحن بنروح على انتخابات دستورية، طالما الدستور موجود الميثاق موجود. نحن الحقيقة صير في عملية بلف كبيرة للرأي العام بعملية انه والله هيدا الاستحقاق، بده رئيس قوي، بده يمثل المسيحيين وتفاصيل كتيرة. هذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بأي صلة. هيدا الاستحقاق وطني، استحقاق وطني بامتياز. من حق كل مواطن لبناني يحمل الهوية اللبنانية وقاله أكثر من 10 سنوات بحق له يعطي رأيه بهيدا الاستحقاق. نحن الخطأ الكبير، الخطأ الجسيم اللي ارتكب بحق موقع رئاسة الجمهورية اللي هو يعتبر أعلى رأس الدولة اللبنانية، هو تقزيمه وحصره بأنه بيمثل المسيحيين، ورئيس الحكومة بتمثل السنة، ورئيس المجلس بتمثل الشيعة. هذا الكلام ممجوج للأسف يعني، وفي الدستور إجي حدد اليوم إذا شخص بده يعمل رئيس جمهورية، إجا الدستور قال مفروض يكون ماروني، ما قال له، إجا حدد له صلاحياته وحدد له واجباته وحدد له حقوقه كرئيس جمهورية، كرئيس مؤسسة رئيس جمهورية. لكن للأسف الشديد نتيجة
الواقع السياسي اللي عم نعيشه نحن، الاهتراء السياسي اللي عم نعيشه نحن، والقيادات السياسية اللي عم تتناوب على الشعب اللبناني ما عم تفتح مجال انه تطبق الدستور ولا تطبق القوانين ولا تطبق الأعراف، إذا بدنا نسميها الأعراف اللي كانت تحكم جميع الطوائف أو العائلات اللبنانية. هلأ فتنا بمحل، هلأ نحن إنا 21 شهر أو أكثر يمكن، نعم هلأ 21 شهر، إنا 21 شهر على 24 شهور موقع الرئاسي، وبعدنا عم ندور بنفس الحلقة المفرغة. بدنا الرئيس القوي، بدنا الرئيس يمثل المسيحيين، وكأنه رئاسة الجمهورية هي تعني المسيحيين دون غيرهم، وهذا الكلام منه ضيق ولا الدستور بنص عليه. اذا رئيس بيمثل كل اللبنانيين وطنيا وما بيمثل المسيحيين، اسمح لي شوي اذا بتريد كمان بالالف، اسمح لي شوي لو سمحت لي. انا اي رئيس جمهوريه بدي يجي على لبنان يجب ان يحظى باحترام كل اللبنانيين، ويجب ان يمثل كل الاراده اللبنانيه، ويمثل طموح الشعب اللبناني والسياده اللبنانيه عد هو بده يقسم يمين، بده يقسم قسم الدستوري انه بده يدافع عن هالدولة اللبنانية وعن الشعب اللبناني وعن احترامه للدستور والقوانين والى اخره. فبالتالي اليوم الرئيس، رئيس الجمهورية، يعني انا بعتبر يعني بدك تسمح لي اقول من المخجل انه ندل نحن نقول والله بدنا اياه انه المسيحيين هن يختاروه. هذا كلام يعني انت عم تخلي الدار المسيحي وكأن انت عم تنقلنا لفيدرالية معينة، فيدرالية سياسية معينة. نحن عم نقول لك وقفنا العد، يعني الرئيس الشهيد رئيس الحريري والشيخ سعد الحريري قالوا وقفنا العد في عملية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. يعني نحن نحكي بالمناصفة بمفهومها الوطني، طيب بس هل ببعدها ببعدها الوطني مش ببعدها الرقمي ولا العددي، بس ما هي المناصفة فعملية المناصفة. ما في داعي أنا اليوم أي رئيس مسيحي، أي رئيس ماروني يعتبر قوي في حال تمسك بصلاحيته، تمسك بالدستور، استطاع أن يجعل كل الفئات اللبنانية أو كل العائلات اللبنانية سواء كانت الحزبية أو الطائفية تقدر تعمل له حاضنة وبيئة صالحة لحتى لا يحكم. نعم. اليوم إذا جبنا شخص بيمثل، نعم. إذا جبنا شخص بيمثل المسيحيين وهو على صدام أو مشروع السياسي على صدام مع عائلات تانية أو طوائف تانية، طب أنا بشو كون استفدت؟ أنا بدي أخلق أزمة، أزمة مستمرة من ساعة اللي ببلشوا رئيس جمهورية وإحنا عشناه أيام الرئيس لحود، نعم. الرئيس القوي والرئيس يعني كان في بعد الوصاية السورية كان هداك عم يستقوي الوصاية السورية، عم يستقوي على بقية الناس، نعم. على بقية الناس هون. فنحن حريصين جدا على موقع الرئاسة، على الانتخابات، على الدستور اللبناني، المحافظة على السيادة. أي رئيس بيجي على لبنان بيتمسك بهيدي الثوابت بتقديري حيكون قوي وقوي زيادة. طيب أستاذ فوز، وقت بتحكي عن المناصفة الحقيقية، يعني أنا بدي أنقل لك الملأ المسيحي بيقول لك في جزء كبير، مع احترامنا لكل النواب المسيحيين اللي إجوا إن كان بمناطق فيها عمق شيعي أو كان بمناطق عمق سني، بيقول لك هودي نحن كنا بدنا ننتخب غيره وما قدرنا. كمان الملأ المسيحي بيقول لك نحن الرئيس بدنا نختاره، إن كان الرئيس جميل وإن كان العماد عون وإن كان وزير فرنجية أو الدكتور جعجع، ما رح نحن يكون بصدام مع الطوائف الأخرى، ليش ما بيجي حدا بهالقوة؟ طب وفي تفاوت بالقوة التمثيلية مش بقوة العضلات. أي رئيس بلبنان إجا وممكن يكون فيه بصدام مع الآخر، بيبقى بصدام مع الآخر، ما في رئيس يقدر يغلع على أول تواضع صلاحياته، تاني شيء لبنان عم ينحكم بالتوازنات. وقت الرئيس سليمان اللي هو ما عن يعني يعتبر انه كتمثيل مسيحيا ما عنده كتير، كان على توافق مع الكل، بس بيعتبروا المسيحيون انه بالادارات ما قدر اخذ حتى اعلان بعبده، ما قدر مشي فيه للاخر، لانه مشان هيك الملأ المسيحي مثلا بيقول لك نحن رئيس قوي بس مش ضد المسلمين. يعني استاذ جلال، هيدا كلام حق يراد به باطل، عم تفضل فيه حضرتك اللي عم تعبر عن راي الناس. نعم. في عندنا شواهد كتير. الرئيس كميل شمعون بثورة 52 كانوا 6 نواب الجبهة الاشتراكية استطاعوا انه يغيروا المعادلة. نعم. سنة 52 53 و 68
لبنان الحلف الثلاثي ربح الانتخابات اللي هو ممثل بكينو وهودي عتات السياسه المارونيه بكسروان قلب كبار كبار السياسه اللبنانيين واللي التاريخ اللبناني بيشهد لهم، يعني سواء كنت تتوافق معهم او لا تتوافق. كسروا فؤاد شهاب وجابوا اجى كميل شمعون محافظ الالقاب ياري جميل والمؤدي كسروا النهج لبنان. صار في انتخابات رئيس جمهوريه بين لبنان، شافوا هالثلاثه يعتبروا رؤساء اقوياء وبيعتبروا بيمثلوا شعبيا وضميريا للمسيحي للماروني بالتحديد، توافقوا بالاخير شافوا وضعا ما ماشي نتيجه اعتبارات محليه واقليميه، يعني ما بدنا نحكي كلام يعني شاعري كثير. اجوا دعموا مين؟ رئيس فرنجيه. رئيس لمين فرنجيه اجوا دعموا حتى بالاتفاق مع الرئيس صائب سليم وكمال جنبلاط ومشت العمليه على الصوت. اذا اليوم نحن انا بشوفها عزيزه كثير علي انا، انه الطائفه المارونيه بما تملك وبما تسخر من شخصيات وطاقات وفكر وانتماء للبنان ولعروبه لبنان، نحصرها بهودي الاربعه. هذا ظلم كبير يقع على الطائفه المارونيه ويقع على لبنان بالتحديد. يعني نحن اذا دلينا 50 سنه فاذا هؤلاء الاربعه ما اجوا فاذا بندل بدون رئيس جمهوريه. انحصرت اكثر يعني مع الشيخ سعد الحريري. انحصرت ب 8 اضعاف. اسمح لي شوي ما في الشيخ سعد الحريري عمل خط بياني كيف مشت الامور. كيف مشت الامور هون يعني قديش كان الرئيس سعد الحريري قديش كان شجاع وقديش كان حريص عن السياق وقديش كان حريص على انتخاب رئيس الجمهورية اكثر من اللي عم يدعوا انه هن بدهن يحافظوا على الوجود المسيحي وعلى الدار المسيحي وعلى المناصفه وعلى الميثاقيه و اجى شعر بلحظه معينه انه مرشح 14 اذار اللي هو دكتور جعجع في استحاله، طلب من الرئيس امين جميل شعر في استحاله راح على المقلب الثاني. يعني هو هون بهالحركه اللي عم يسويها الرئيس سعد الحريري عم يقول للمسيحيين انا متمسك بدوركم بس انتوا تمسكوا بالدار ذاته كمان. طيب يعني وقت بتروح على 8 اذار 8 اذار معلش خليني انا وصل لك الفكره اللي انا بدي ضوع عليها. انا شو بدي ب 8 اذار وشو بدي بموقف حزب الله والتفاصيل هيدي. نحن بقى نحكي كلبنانيين حريصين على موقع رئيس الجمهوريه وحريصين على عوده الدوله وعلى هيبه موقع رئيس الجمهوريه. اللي بتنراح على على أربعة على 8 اذار سعد الحريري تصوت اول شيء مع ميشيل عون. عمل معه نص اتفاق ما في الاتفاق كامله حسب ما حكى الشيخ سعد ما مشى الحال. فات على على فرنجيه. هون يمكن الاصدقاء الحلفاء والاعداء استهجنوا واعتبروه تنازل واعتبروه انهزام لكن اليوم المصلحه العليا فوق كل المصالح. من هذه النقطه هلا وجود الشيخ سعد الحريري حرك كل هل الدينوماتير اللي موجود عمل كاتاليزور للموضوع مش الحال. هلا نحن مش انا ما بدي اني ارمي التهمه والله هلا حزب الله عم يعرقل وعم يعطل نفوت بهذا الشعارات ونخلق جو كانه مشبوط. عمليه مزايدات بالعكس نحن هلا بوضع بدنا نعمل انتخاب. يعني حتى سعد الحريري عم يدور زوايا انه حزب الله ما عم يعطل يمكن عم يستمهل ليشوف كيف الظروف ولا في بس قال كمان انه اي مرشح بيقبل بالطائف والدستور كمان مو مفتعين عليه. فهون النقطة أنا برأيي هودي الأربعة صار وضعهم وضع حرج. مفروض هن كمان يعملوا مبادرة. يعني أنا اليوم مثلا العماد ميشيل عون بعد سنتين ما قادر يخرق هيدا الجدار وشاعر إنه ما قادر يكون حالة وفاقية بالبلد باعتبارات سياسية محلية أو خارجية. النتيجة نحن ما فينا نحن ندل سنة واثنين وثلاثة واربعة لحتى لا نخلق له بيئة ونخلق له ظروف للعماد عون تيعمل رئيس جمهورية. ما هذا كمان ظلم على البلد. هلا في خبر بيقول انه حريص على اكمال الجسر التواصل مع تيار المستقبل. هذا ورد اكمال التواصل ما بين تيار المستقبل وتيار مش عملية التواصل. انا متأكد تمام تيار المستقبل منفتح على كل القوى بالعكس هو المبادر هو اللي عم يطرح مبادرات حتى عم تكون مبادرات غير شعبية بالنسبة لسعد الحريري أو لطيار المستقبل. لكن مفروض هلأ يوقف وقفة مع الذات سواء كان بالتحديد العماد عون يوقف وقفة مع الذات ويعمل عملية جردة حساب أنه خلال هالسنتين قديش طلع عنده المنسوب هل بعده محله هل زاد
هل شايف عملية تنازل؟ فمفروض هلأ أنا لا بدي حمل سعد الحريري ولا بدي حمل حزب الله ولا ولي حزب جنبلات. الله ولا حمل نبيه بري ولا ولي جنبلاط. اليوم الكرة عند العميد ميشيل عون. إذا هو حريص على الوجود المسيحي وحريص على التوازن المسيحي وحريص أنه على الميثاقية، مفروض ياخذ مبادرة، ياخذ مبادرة أنه أخي خلص أنا وصلت لمطرح ما عاد فينا يعني نجمد البلد بظل الحرائق المحيطة فينا، بظل وضع اقتصادي فيه هريان، بظل مؤسسات عم تتمحل عم تتاكل، وهو بعده ناطر تعمل رئيس جمهورية. محمد من سنة 2005 فهون بيعمل هيدا بيقوم بهيدا المبادرة، اللي بتقوم بهيدا المبادرة بتقديري أنا كل الأمور تتصحح. سعد الحريري طرح شعار لبنان أولا، أني أنا أولا وأخيرا لبنان، طرح عملية المناصفة اللي أنا نحن وقفنا العد، هذا شعار معروف بالمؤسسات عم يعطي. بس أنا ما فيني أطلب من سعد الحريري يكون سني بس بلبنان. سعد الحريري عم يقول لنا أنا بدي يكون وطني، أنا بدي عمقي على مساحة الوطن مش على مساحة طائفتي. إذا هن بدهن يعني إذا بده سعد إذا بده سمير جعجع وميشيل عون يعملوا ثنائية شبيهة بثنائية حزب الله وأمل بالطائفة الشيعية، نعم. هن بكونوا عم يجرونا على المثالثة، هن عم يجروك على المثالثة. فبالتالي المطلوب وقفة مع الذات، احترام للدستور، احترام لكل القيم، احترام للأخلاقيات المسيحية اللي هن جزء من الوطنية اللبنانية. يوقف العماد ميشيل عون ويقول أنا وصلت لمحل، طيب. أنا بدي ضحي مشان هالبلد، بدي ضحي لعلم الناس تحترم الدستور، بدي ضحي إنه احترام الدستور والقوانين فوق كل المراكز. يعني لو العماد عون أيد الوزير فرنجي بصف كل شيء ماشي الحال؟ مش شرط يقعد فرنجية. نعم. أنا شايف الباب مفتوح على رئيس من خارج تسوي على رئيس توافقي، لكن تطلع المبادرة كمان. يعني سعد الحريري عم يقول أنا بعدني ملتزم بسليمان فرنجية. الرئيس فرنجية يمكن يكون صادق مع نفسه أكتر، يعني عارف حدوده لوين. هلا رئيس سليمان فرنجية يعتبر رئيس جمهورية مع وقف التنفيذ بظل العدد اللي موجود والتحالفات اللي موجودة، يعتبر رئيس جمهورية مع وقف التنفيذ. فبالتالي هيروح على جلسة 2 أدار، أما هلا راح أو ما راح هذا تفصيل تاني. الشيخ سعد الحريري قال أنا بأيده، ما أنا ما عمل هو يور التفاهم وتحالف تلزم يروح أو ما يروح. كمان عنده حسابات خاصة في سليمان فرنجية بعلاقته مع حزب الله، في عنده تاريخ، عنده ماضي كمان ما في يتنكر له. لا مين هتقول يعني؟ لا انا ماني عم اوضح لك سليمان بك حتى على المستوى المطالب المسيحية كمان. انا اللي عم نطلب وقف الضمير من العماد ميشيل عون، مش انه يتنازل لسليمان فرنجية. انا شايف انه سليمان فرنجية قريبا جدا حيبلش يعمل مساعي مع قوة سياسية تانية حتى لا ينضجوا الرئيس التوافقي والوفاقي في البلد. أستاذ محمد فواز، يعني حضرتك كمحامي وكمراقب سياسي بذات الوقت، برأيك هل يتلقف المجتمع من بعد التطورات اللي صارت بالمنطقة وبلبنان إن كانت إداريا أو سياسيا أو ميدانيا، هل يتلقف المجتمع أو الملأ وطنيا عم نحكي عن المسيحيين، هل بيقدر يتلقف أنه يرجعوا يدخلوا بخيبة بأنه أخي منجيب رئيس ماشي الحال ومنرجع الأمور مثل ما كانت، والتعاطي الإداري بدل مثل ما هو والتعاطي السياسي بدل مثل ما هو، علما أنه السياسي هي براغماتية وممكن تتغير بلبنان؟ شوف أنا ما بفق كثير الرأي بالموضوع هيدا. بالنهاية الإدارة خاضعة على قوانين، وجه الدستور كمان حدد عملية المناصف بالوظائف العامة، وجه القوانين كمان حددت هل المطلوب حس المواطن أو حس المواطن المسيحي أو غير المسيحي، نعم. ينخرط بالدولة. يعني ما فيني أنا أقول بدي أعمل مناصفة بوزارة من الوزارات مش موجود حدا. طيب إذا مش موجود حدا طب خليه هذا الموقع شاغر، يعني لا طبعاً مش هخليه شاغر. كمان في ثقافة مفروض تتعمم كمان خاصة عند الشاب المسيحي، أنه يا أخي مفروض تنخرط بالدولة وتساهم ببناء هذه الدولة لحتى لا نوصل لنوع من التوازن إلى حد ما بهالإدارة. لكن أنا ما فيني أعمل حرب طائفية وحرب مذهبية تحت شعار المناصفة أكيد ولا يعني. لا ما نحن هلأ إنا فترة يعني حماة المسيحيين بلبنان، عرفت كيف؟
يعني ريتها نتذكروا بالسنوات القديمة المرأة يعني بالشو عملوا يعني من قبل حرب الإلغاء وحرب ما بعرف شو حرب ما بعرف شو يعني اليوم الحرب يعني الداخلية. المسيح اليوم انت ما فيك هلا تتفتش عن المسيح بعد ما انت كان لك اسهامات كبيرة بتطلع من البلد. طيب شو بتدلك بالوضع مش عايز ما انا بدلك بدي رجعك لنقطة لا قالوا تصالح جعجع وعون ليش تصالحوا لا لازم تصالحوا اصلا لازم تصالحوا ما بيصير يدل هيك الوضع لازم يتصالحوا لكن انا اللي عم بقصد بكلامي نحن كمان بدنا نطلع لبرا لدول الاغتراب او محل ما موجود تقل المسيحي كمان نقول له يا اخي بلدك محتاجك وظروف الظروف ماشيه بس انتم كمان خففوا مناكفات سياسيه يعني بالبلد خففوا السفر. المناكفات السياسيه بالبلد ما هو دور البطريرك الراعي هل راح يستأنف دوره بالنسبه للموضوع الرئاسي ام انه يعني مثل ما بيقولوا رفع العشرة هلا بالنهاية نحن بكركة بالنسبة لنا مرجعية وطنية أكثر منها مرجعية دينية بالنسبة لنا نحن نحكي وطنية فنحن التوجيه تبعها واضح هي حس هالزعماء وحس النواب على النزول إلى جلسة 2 أذار لحتى لا يقوموا بواجبهم الدستوري والتشريع اللي مفروض يقوموا هلا الدش البطرك شو عنده معطيات شو عنده إمكانيات شو عنده يعني مونة على هذه الناس هذه بتشوف الأيام الطالعة هي بتحكم عليها لكن بتقديري أنا بكركة اللي بتنقجت عطت أو باركت الثقة لهيدي الأربعة حطت حالها أمام هيدا المربع يعني اللي ما عارفة كيف الجدران في إحراج يعني أكيد في إحراج في إحراج أكيد يعني في نوادي أخرى مثلا في عندك كتير مرشحين يعني طبعا مع احترامنا لكل الأسماء أكيد في كتير في عندك في كتير وناس قادرة في, في ناس كتير عندها كمان قادرة تنهض بالبلد وبتعطي ثقة للمسيحي بالإذا هذه العملية في خلاف عليها هيدا يعني اليوم أنا ما بفهم أنه بس العماد عون قادر المسيحيين يرجع كل المسيحيين يجيبهم من دول الاغتراب يقول لهم خلص اطمنوا انا رئيس جمهورية حيثية كبيرة يعني. ما انا ما عم انكر هذه الحيثية ما بنكر هالحيثية بس خليني اخذها بالاتجاه الايجابي مش باتجاه التحدي مش باتجاه التحدي انا بدي اخذها على الانصهار الوطني مش بدي ارجعها على التقوقع المسيحي هون نحن الخلاف مع تيار الوطني الحر وهلا مع كمان ماشي في العملية الدكتور جعجع هذه الشعبوية حقيقة عمرها قصير عمرها قصير عاد الدكتور جعجع اعطاكم كثير يعني نحن اعطيناه اكثر لا نحن اعطيناه اكثر للدكتور جعجع الله نحن مش باطار المبارزه معه لكن نحن ما قصرنا معه للدكتور جعجع استاذ محمد فواز رح ناخذ فاصل اعلاني وندخل على موضوع الانتخابات البلديه والنيابيه مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام استاذ محمد فواز مرحب فيك مرتين الله يخليك اللي ممكن يقدر يعمل انتخابات بلدية وفرعية بجزين ما كان بيقدر يعمل انتخابات نيابية وكانت انحلت داخليا او تلبنن الاستحقاق اكثر الرئاسي هلا انتخابات البلدية استحقاق وانتخابات نيابية استحقاق انتخابات نيابية القوة السياسية او الكتل النيابية اختلفوا على قانون الانتخاب انتخابات البلدية شغلة يعني موجود أوتوماتيكية بتمشي ما بدهش يعني خلافة هلا نحن مش مبسوطين كمواطنين أو كناس بتتابع الشأن العام نحن منا كتير مبسوطين إنه عملية التجديد والتمديد للمجلس على تداول السلطة أمر مهم كتير وعملية العملية الانتخاب هي عملية تجديد والثقة لكل شيء ترجع تعيد الثقة بهالمؤسسة لكن هي القوى السياسية هي اللي حطت اللبنانيين وحطت نفسها أمام هيدا السد هو عملية قانون الانتخاب هلا قانون الانتخاب يعني يمكن ندل عشرات السنين ما نقدر نطف على قانون انتخاب يعني معقولة في شيء غلط ببنية التفكير السياسي عند القوى السياسية يعني العمل الديمقراطي ما كتير بيرق لهم يعني كل واحد بده يحاول يفصل اي قانون مثل ما قصقص ورق سيوه الناس يعني بدي قصقص كل شيء ما في شيء مثل انا بس ليش الانا اكبر من الديمقراطيه والوطنيه بالضبط فنحن هيدا هلا نحن متاملين انه المرحله الجايه
وخاصة انه يعني بلش في رأي عام او في حراك يعني معين، ممكن هذا يخدمنا بالمرحلة اللاحقة، يكون في سلطة رقابة او رأي عام يكون له صوت بهذا الاتجاه. فحتى لو اذا صار انتخابات بلدية يعني استحق بكون كمان يعني يمكن تكون نبلش من هون، منها يعني نقطة يعني ان تأتي متأخرا افضل من ان تأتي جميل. نعم. فعملية انتخابات البلدية نتأمل يعني لحد هلا بعد العملية مثل ما بقولوا 50-50 يعني منها كتير الامور، وخاصة هلا يمكن بعد شوية عدونا هلا انه يرجعوا يعيدوا موضوع النفايات يعملوا محارق ومطامر يكون بدها مصاري كمان، يقول لك المصاري بنصفها على الانتخابات، خلينا نعمل شيء للمواطن نشيل هالنفايات. فموضوع الانتخابات يعني نحن انا للاسف الشديد في عقم التفكير القوى السياسيه بعمليه الانتخاب بعمليه التجديد الثقافي، يعني ثقافه الثقافه مش موجوده. ليش عم ترجع لورا قبل يعني كانت مش موجوده هذه، ترجع للرجالات يعني اليوم يعني البلد بعز الحرب كانت ولو البلد لو محكومه بالدستور وبالقوانين كان كل هذه الامور ما بتسال عنها انت. لكن للاسف الشديد وانا حكيتها قبل من خلال برنامجك الكريم انه نحن اخذونا على فدرالية اشخاص يعني فيكم شخص هن عم يديروا او كم مسؤول او كم زعيم اللي بدك اياه سميهم عم يحاولوا يهيمنوا على جو البلد ككل. هلا المطلوب نحن كمواطنين نبلش نحس بهيدا الالم، نبلش نصرخ انه يا جماعه ما بكفي هالقد. يعني انا عم اكد لك انه خلال 4-5 شهور في حال الامور ما تحلحلت، ما صار في انتخاب رئيس جمهوريه، ما رجع الاكسجين للبلد، ما رجع السائح العربي على البلد، ما رجع نعالج مشاكلنا اللي قادرين نعالجها بدون تاثيرات خارجيه، فنحن في تراحين على عمليه تحلل البلد والانهيار الكامل. بس ليش بنلاقي انه اذا في شيء فساد بمطرح معين معروف مثلا جهاز او الشخص او كذا بيجوا بيخلطوا لك كل شيء ببعضه لحتى تتموه، ما بيجوا بيدلوا يعني بالنهايه بتحس في خيط رفيع رابط الكل. للاسف يعني في خيط رفيع رابط الكل، نحن ما بدنا نفوت هلا يعني طبعا مش عم نحكي بس انه المواطن حاسس انه مثل ما عم تفضل انت واي انسان بيشوف انه بتفوت بمشكله بتلاقيها بيفرعوا لك اياها وبتضيع بعدين بتروح المشكله. فانتخابات البلديه نتامل نحن تصير ترجع شوي. في شي فريق سياسي متضرر منها سياسيا هلا لحد هلا؟ ما هو طالما كل القوى السياسيه عم تطلبها تصير هون الخوف، يعني كل واحد عم يقول عم يعلي صوته اكثر بهذا الموضوع مشان اذا صار تاجيل اني انا من الاول عاطي موقف مؤيد هالشيء. لكن بكون في شيء نحن معودين على هذا الجو، يعني الكلام اللي بيطلع شيء وبكون الاتفاقيات تمديد مرتين للمجلس النيابي تمديد. فنتامل اذا صار في انتخابات وصار انتخابات فرعيه معناته كمان مؤسسات الدوله بخير وبعض قادرين يعني قادرين نعمل انتخابات والى اخره. فمعناته مش ضروري يعني اذا ما صارش انتخابات نيابيه العقده بقانون الانتخاب مش بالاليات بالنسبه للانتخابات النيابيه بالضبط. طيب بالنسبه للبلديات في شق اخر يقال انه سوف يثبت اذا صارت سوف يثبت العونيون والقواتيون انهم رح يكسحوا ما يخلوا مطرح الا ما ياخذوه. ما احنا ما عندنا مشكله لو حطوا اخذوا بمناطقنا، يعني مش لانه الكسب يعني حتى اذا اجوا ببلديات المناطق الثانيه اخذوا فيها ما حنكون زعلانين. مش بمعنى الكسب ككسب بس رح يقولوا انه شفتوا انه وقت اللي ما في مشكله دكتور جعجع بيرشح العماد عون عم بيرشحوا على اسس اجتماعيه ما أيضا. في مشكله ما احنا هذا بهمنا هذا التلاحم وهذا الانصهار خدمة للبلد، نحن ما عندنا مشكلة فيها. عملك حتى لو اجوا حتى فاتوا على بلديات تانية ما عندنا مشكلة، بالعكس هذا حقهم الشرعي هذا حقهم الشرعي والقانوني والدستوري وكمواطنين من حقهم يمارسوا وين ما كان. حتى نحن بمناطقنا اللي نحن موجودين فيها في عونيين وفي قوات كمان نحن كمان في نموذج يلعبوا دور محوري دور اجتماعي دور بيئي دور سياسي مفتوحه العمليه. طيب احنا بدنا كمان هن بالوقت ذاته يراعوا كمان الناس الثانيين. نعم. مش والله قلت لك ما يفكروا يلعبوا لعبه الثنائيه هيدي. نعم. هيدي الثنائيه ما حتخدمهم الا لمرحله
بسيطه. طيب ما كثير جربوا بعدين بده يصير في تناتف وبده يصير في مصالح، يعني التنوع عند المسيحيين بفتره من الفترات. يا سيدي هلا ما صار في عدوى يا سيدي يا سيدي هلا في ورقه تفاهم مع حزب الله، نعم، وفي اتفاق مع القوات، ورقه نيات، ورقه نيات. فهلا مشين عون يعني عم يعمل، عم يكون هو السنتر لهال، نعم، لهال. بتمنى يكفي يكون على ايجابيه، يكفي على ايجابيه، نحن ما عندنا مشكله فيه. بالنسبه لقانون انتخاب استاذ محمد فواز، انتم كنيابه محامين وكمان فاعلين بالمجتمع المدني والسياسي كمان، برايك ما كانش عليكم يعني مسؤوليه معينه لتضغطوا مشان يصير اي قانون انتخاب نيابي، ان كان دائرة الفردية، ان كان النسبية، ان كان ما بعرف شو، ما كمان تتحملوا مسؤولية بعدم وصول الامور؟ ما في شك، نحن كمجتمع مدني، يعني كمجتمع مدني سواء كان نقابي او غير نقابي، نعم، نحن يمكن لفترة طويلة الا كل هيد الناس استقالت من دارها، وهذا على هالاساس الوضع اللي نحن اللي عايشينه. نعم. يمكن لو دلت النقابات بحيويتها ودلت ضمن اطار عدم التسييس، عدم تسييس الى حد ما، يعني عدم تسييس بالمطلق اللي حاصل، كان دار النقابات كان دار فعال ضاغط وضاغط كثير، وكان الكل يعملوا الحساب. لكن للاسف دخلوا السياسه، دخلوا الاحزاب، اي عمل نقابه بيحطوه بخانه 14 وبخانه 8، يعني شرزموا هذه القوة اللي كانت تعتبر هي العمود الفقري لاي تحرك مطلبي او وطني او دستوري او غير اجتماعي او اجتماعي. فبالتالي انا يعني من باب النقد الذاتي، نحن كشباب او كرجال قانون او كفاعلين او تحت اي، نعم، شعار، نحن للاسف متخاذلين بهذا الموضوع. برايك متخاذلين، يمكن لها ظروف لها اسبابها، لكن بالنتيجه محل ما وصلنا. برايك استاذ محمد، اي مشروع قانون انتخاب ممكن يكون قريب حتى للمجتمع، قريب لتداول السلطة، للتطوير السياسي من دون ما يموت الديب ولا يفنى الغرب؟ أنا بأمن بالدائرة الفردية بظل هيدا التشابك، نعم، الحاصل الطائفي والمذهبي والزعامات، هي الدائرة الفردية تنتخب واحد، هي اللي بتفرز مجلس نواب قادر يمثل كل الناس ومش محكوم من قوى سياسية أو زعامات سياسية معينة. وإلا أنا بشوف قانون الستين هو القانون الأصلح. نعم. بيقولوا أنه الفردية يعني بتصير المصاري تتحكم فيها أكتر، كيف هيك؟ ما زال المصاري عم تندفع. أنا بدي انتخب واحد، ما زال عم تندفع المصاري. أنا بدي انتخب واحد، ما بدي انتخب لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، أنا بدي انتخب صوت واحد. فانت شو بك تعطيني لانتخب إكس؟ تعطي كذا 100,000 كذا كل 1000. فبالتالي الدائره الفرديه كثير مهمه بهذه اللحظه، يمكن بعدين تعمل قانون مختلط، تعمل قانون اذا صار في احزاب تعمل قانون نسبه، يعني كل قانون كمان بدك تشوف ثقافه الناس، نعم، وتشوف قديش المواطنه صارت ثقافه عند المواطن، مش بعد يعني مش بعد الطائفه والمذهب والزعيم هو اللي بيتحكم بغريزته بيتحكم بتصرفاته. فأنا بشوف الدائرة الفردية هي الأنجح بهيدي اللحظة، نعم، وإلا العودة إلى الستين بيرضي كل الأطراف أكتريتهم. أستاذ فواز، اليوم في معارك، لبنان قاعد بمنطقة حواليها براكين وهو يعني إلى حد ما في مظلة معينة. هل الملفات في لبنان وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي مثلا مرهونة بمعركة حلب، مرهونة بمعركة الموصل، مرهون بما يحصل، واليوم كان في يعني سفينه حربيه كثير كبيره وصلت على طرطوس باطار مهمات عاديه روسيه، ولكن معركه حلب تتقدم، والعنصر الكردي صار ضاغط على الحدود بكذا منطقه، كان على حدود العراق او حدود سوريا مع تركيا. هل نحن مرهونون بالمعارك الصايره حدنا؟ هلا ما في شك انه الوضع الاقليمي له تاثيرات على لبنان وعلى الأردن وعلى تركيا وعلى الدول المجاورة أو المحيطة. نعم. لكن بتركيا يمكن وضحا أكثر صار في سخونة مع الأحداث. نعم. الأردن دولة شبيهة بلبنان لكن استطاعت أن تنقي بنفسها يعني مشاكلها الداخلية تحلها كدولة، مش تربطها كدولة كقبضة استخبارية قوية تعلقها على أحداث شو حيصير بحلب، نعم، شو رح يصير بالموصل.
لكن نحن للأسف نحن انغمسنا بالحرب السورية أكثر تحت شعارات وثقافات معينة، ويمكن بعدين التاريخ خلى الأيام المعش بعيدة حتثبت صحة هالكلام أو عدم صحته. ولكن نتيجة انغماسنا نحن بالأحداث السورية وتعلقنا بمحور الإيراني بالتحديد من خلال حزب الله بلبنان، جعل كل الاستحقاقات الأساسية من ضمن أوراق التفاوض اللي يمكن تحصل بمرحلة لاحقة. نحن ما لم بدناش نكرر كلام ولا عم نعمل اتهامات، لكن هيدا واقع اليوم. في قوة أساسية هون، يعني اليوم الشيخ سعد الحريري بادر وقال خلينا ننتخب رئيس الجمهورية وفي فلان، أو خلينا نفتش عن شخص ثالث قادر نمشي فيه. يعني في قوة تانية ما بتتدخل. السعودية إلها مصلحة لبنان يكون معافى، يكون في رئيس دولة، لبنان يكون معافى. السعودية إلها مصلحة لبنان تحكم مؤسسات، إلها مصلحة يكون النسيج الوطني اللبناني إلى حد كبير متماسك. بتعمل ذكريات على أي مرشح؟ ما عندها مشكلة، هذا دعاية خبرية طلعت اليوم. هلا المعارك اللي عم تصير، أنا بنظري الإعلام الممانع اللي عم يحصل عم يضخم الأمور. اليوم الروسي ما حيجي ليكون بخدمة إيران ولا الميليشيات الشيعية أو ميليشيات حزب الله بسوريا. بس على الأقل كمان التحالف معه. اسمح لي شوي. نعم. أنا برأيي الروسي جاي اليوم بدي يرجع يعيد العافية الجيش السوري. بدي يرجع يعيد عافية الجيش السوري ويعيد دور أساسي بوضع سوريا بالجيش السوري. ويكون أنا بزي إنه اليوم الأمريكاني. نعم. والروسي، الروسي ما فات على سوريا بدون اتفاق مع الأمريكاني وحتى مع قوة إقليمية معينة، حتى مع السعودية، حتى مع التركي، حتى يلعب دور مستقبلي. يعني اليوم بيجي الروسي بيبني قواعد عسكرية بسوريا، عم يبنيها على أي أساس؟ يعني عم يبنيها للدل الإيراني موجود. نعم. والدل النزاعات هيدي موضوع حلب. هلأ التركي عم يدفع ثمن خطأ استراتيجي ارتكبه ببداية الأحداث السورية. هون التركي عم يركب هيدا فينا نوضح يعني تردد كتير، عم يدفع الثمن بدون أي سبب. لكن التركي اليوم منه لحاله، التركي اليوم في حلف الناتو، مش ما يعني ما فيه يفتح معركة، ما فيه يعمل معركة على حسابه التركي. التركي إذا الحلفاء ما وقفوا معه وما باركوا له خطوته كمان حتعمل له مشكلة. نعم. مشان هيك عم نسأل انه في خوارق ترتب انا لحد هلا الطيران والتفاهمات اللي تحت الطاوله فوق الطاوله. انا شايف الروسي ماشي بعده ضمن المخطط او ضمن الاحداثيات اللي تم التفاهم معها مع الامريكاني وبعض الدول الثانيه، وبالتالي ما بدهم يكرروا تجربه ليبيا وتجربه العراق. موضوع سوريا طلع عنده الموقع الجغرافي السوري من أهم المواقع بالعالم كله لإمرار الطاقة وخصوصا الغاز. يعني عنده بده يدل متحكم فيها بسعر الغاز حتى ما ترخص الغاز عنده. يعني بالضبط. هذا شيء فبتقديري أنا اللي عم يحصل بسوريا يمكن يكون في حل على النار، على الصفيح والنار. وبالتالي نحن بلبنان قد ما فينا مشاكلنا الداخلية القادرين نحلها بنحلها، يعني نحلها، يعني نطلع من عجزنا ومن العجز تبعنا ومصالحنا الشخصية والذاتية وأنانياتنا، نطلع ما تخليها نرميها على غيرنا. محمد كمان في كذا عصفور بيقولوا انه حتى عودة اللاجئين انضربت، وتوطين بعض الناس خارج بلادهم كمان رح تكون ضمن هاللعبة، وتقسيم سايكس بيكو عن جديد. هلا تعال، يعني في كتير امور سجلال هلا ياخذ وقت كبير. استاذ جلال هلا الموضوع طويل، طبعا الموضوع طويل، ولكن انا باكد لك انه نحن في اجتهادات كثيره، لكن الازمه بسوريا صارت ازمه دوليه. خلينا نلبن حلولنا. بالضبط. استاذ محمد فواز نحن عم نشكرك. شكرا كثير. مشاهدينا الكرام نشكركم، وبعد دقائق ونشره الاخبار. شكرا كثير.